أثار قرار بن غبريت المتعلق بإطلاق حملة وطنية تمس التلاميذ وأوليائهم للتحسيس بظاهرة الغش التي تفشت في القطاع بقوة خلال السنوات الأخيرة، أثار استغراب التلاميذ الذين جزموا صعوبة استئصال هذه الظاهرة القديمة الجديدة. وفي جولة استطلاعية قادت شروق نيوز إلى مجموعة من المؤسسات التربوية بالعاصمة، أكد التلاميذ استحالة تصدي الوزارة للغش. ما يقدروش ينحوا الكوبياج في المسايد، باسكو باش ينحوا الكوبياج تسمى يوليو شغل باش هناك داخل الاستاد ولا يفيليوك ولا كشعف ساعة هكذاك، تسمى ما يقدروش ينحوا الكوبياج. حتى لو كان زعما ينحوا الكوبياج كاين اللي يوري لك في الكلاسة ولا شحال راح يديروا، شحال راح يعياو يديروا مع الساس في الكومبو ولا باش انا في الباك ولا باش واحد ما يوري لواحد، كي ماشي بالورقة يوري له بالهضرة. كاع يكوبيو اختي، ما مشيو خا يخلونا نكوبيو كيف هما؟ ما ممكن تكوني مع الشيخة تربحي لها العيب منك، شغل تغفل عليك مام زعما ما تخليكش تكوبي عيناني، بصح نورمال تخليك تكوبي. تلاميذ أكدوا أن ضعف أداء الأساتذة وعدم قدرتهم على إيصال المعلومة للتلاميذ جعلهم يلجؤون إلى الغش لإنقاذ الموسم الدراسي. نعرف مش يو خايف فهمونا كما قالوا كنت ما احنا يا من كوبيش دوك انا مانيش فاهم بدك يحبون من كوبيش كيفاش راح نخدم انت ما فهمتوني ما نخدم لا لا انت داير في بالك بلي كحت دي زيرو تدي زيرو وعلاش ما لا ما تكوبيش. نوريا بن غبريت امام تحد كبير اسمه القضاء على الغش، قد يصعب عليها تجسيده لا سيما في ظل التطور التكنولوجي الحاصل وما تسرب من مواضيع في بكالوريا 2014 بعد 14 دقيقة من توزيع المواضيع على نطاق واسع، لا دليل واضح على صعوبة المهمة.